الشجر ما من شجر ما هزاري Sizce de şarayı varsa
ده. لا لا ما فيني شيء ما في شيء، أنا شوي وراد البيت، تبين شيء؟ لا ما بي شيء، بس يعني شفتك تأخرت قلت اتصل. باي.
يحفسون الله يحفسهم. انا عبالي ماس كهربائي، ما ظنيت اني اقنبله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بس يبا الحمد لله انا قنبله صوتيه مثل ما قال الضابط، وترى الحمد لله هم بعد انه ماكو اي ضحايا الاصابات اللي صارت بسبب تدافع الناس اللي خايفين. انا مصدوم يا ولدي، يعني احنا ناس بحالنا ليش يصير كل هذا؟ والله ما ادري يبا، بس شو تقول عيال الحرام وايد. انا بس خل ادق على اسرار اشوف شو قوش صار على ريلها. يبا ايه، يلا بالمره بعد خلي اشوف عمتك وزوجتك. يلا يبا يلا يبا مشينا. الو، هلا عبد الله. لا مسكينه داخل عند الدكتور تمزق ومحتاجه جبس مسكينه، الله يعينها. لا 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 ما له داعي، خليك عند امي هناك وعند بها وايد احسن. ان شاء الله ما تتاخر. اوكي عبد الله، باي باي، السلام. وقت رقم غريب. الو الو، منو معي؟ ان شاء الله المفاجأة والهدية بعد الزواج قد المقام يا أستاذة أسرار. انت منو؟ وين مفاجأة؟ ما لومك، فقدت الذاكرة الظاهر. أنت السبب؟ يا أكيد أنا، أكيد الانفجار أقصد يا أستاذة، الانفجار اللي صار عندكم اليوم هذا تبري بداية بسيطة، تهديد بسيط، واللي جاي بيكون أكبر وأكبر وأكبر يا أستاذة أسرار. يلا خلاص اختي، ركبنا لها الجبس والحين تقدر تطلع. انتي معي؟ سموحة دكتور، كنت لاهي بالتليفون، عفوا شنو قلت؟ قلت الحمد لله ركبنا لها الجبس والحين تقدر تطلع، ما تشوفون شهر سلامات، بس وانتي طالعة من الصيدلية. عاد يا جماعة ذكرى، والله ذكرى، والله أهم شيء إن إحنا ما فينا إلا العافية. يا يما لا تلومها،
اللي صار مو شوية. اللي صار هذا بيوم عرسي. الحين أنا شنو أقول حق رفيجاتي؟ شنو أقول حق الناس؟ عبد الله يبقى أخذ مرتك داخل خليها ترتاح. يلا قوم. يا بدرية اذكري الله، قولي الحمد لله احنا كلنا بخير. جاسم هو السبب. شكو جاسم الحين؟ لا هو ارهابي ولا مجرم علشان يسوي كل هذا. لا لا منه هو السبب. دائما كان يهددني ويقول لي لا قلب حياتك جحيم في جحيم. دائما يهددني. لا حول ولا قوة الا بالله. يا بنت الحلال خلي جاسم بحاله الحين، شكو فينا؟ لا إله إلا الله. هاي مشوك، أنت بخير؟ شوف عينك عمتي، أهم شيء ما حد تعور، ما حد في شيء. لا يبا كلنا بخير. بدرية أخذي شوك خليها ترتاح. يلا يبا يلا يلا. أسرار أفعليك ولا خالج؟ كنت أتوقعك أكبر وأقوى من كذي. خالي أنا مو هامني الانفجار، أنت تعرفني عدل. عيل شنو؟ تخيل إن اللي نفذ الانفجار داق علي. أنت من صدقك؟ إيه خالي من صدقي. داق علي وأنا بالمستشفى. انصدمت، لا رقم ولا شيء، داق علي من ما أدري رقم دولي. لا ويقول لي أسرار للحين ما شفتي شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ما قالت الشبي شنو في راسه؟ ما أدري خالي ما أدري. أفكاري مخي كل شيء واقف، لا أقدر أحكم على أحد ولا أقدر أفكر بولا شيء. بس والله يا خالي اللي صار هذا ما راح يعدي على خير، ما راح يعدي على خير كلش. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. شلونك الحين؟ مرتاحة؟ شلون يعني مرتاحة؟ عبد الله أنا مو قادرة أنسى المنظر، مو قادرة أنسى اللي صار اليوم. أنت بتخيل إن هذا صار بيوم عرسي؟ يا بنت الحلال اهم شيء ان احنا بخير. شلون يعني احنا بخير؟ انت متخيل شنو صار اليوم؟ بغيت اموت. زين ليش عرسي انا؟ ليش عرسي انا بالذات؟ وين صارت هذه؟ قاعد اقول لك اهم شيء ان انت ما فيك الا العافيه، وبعدين الله يجازي اللي كان السبب. انا بعرف هو ايش مستفيد، شنو اللي بيني وبينه؟ عيال حرام وايد همهم يخربون وناسه غيرهم. بعدين انا اقول قومي انت الحين صلي ركعتين واقراي قران وان شاء الله راح تهدين. إن شاء الله. زين خالي شلونه؟ زين؟ إيه دقيت عليه تمام هو بخير.
حول ولا قوة إلا بالله. شو اللي قاعد يصير في الديرة؟ شو هالعنف؟ انفجار؟ صباح الخير. أي صباح الخير؟ الناس بتصلي لي معه، أنت تقول صباح الخير؟ شو أسوي أمس نمت متأخر وما كنت قاعد مع الشباب. ما دريت شو صاير في الديرة؟ خير، صاير؟ البارحة صار انفجار في عرس. معودة زين، عبالي عندك سالفة. حسين، أقول لك انفجار وتقول لي سالفة؟ لهالدرجة الموضوع بسيط؟ يبا أنا أدري من أمس أنا أدري بالموضوع، شفيك؟ وانتش درك؟ أمس مو قاعد مع الربع؟ الديرة هاي الكبرها صار الانفجار وقاعد يسولفون وما أدري شنو، دريت، أنت اللي وينك؟ إيش دراني؟ أنا نمت من وقت وما قعدت اليوم إلا الواتساب والإنستغرام وتويتر، كل الناس تتكلم عن هالموضوع. زين أنا خلق أم أروح أجهز حق الصلاة. حسين، إيش فيك متغير؟ صاير كلش؟ ما تحاجة؟ إيش فيك صاير غريب؟ ما غريب إلا الشيطان. أنت تعرفين من الشيطان؟ ردي بعرف شو سالفتك يا حسين. حسبي الله عليهم، ما يبون الأمن بجيرتنا؟ إلا ناس مستانسين وفرحانين في العرس يسوون فيهم كذي؟ هذيلا ما يخافون الله؟ والله يما أنا حدي مصدومة من اللي صار. لا يكون هذا العرس اللي رحتي له؟ ها؟ لا يما شفيك الله يهديك، أنا كنت في عرس ثاني. بعدين أنت عارفة أمس خميس والديرة كلها عروس، بس اللي أنا عرفته ما كان في ضحايا. إي أشوى الحمد لله، الله يعينهم على ما بلاهم. أكيد اللي سمعته أنت؟ متأكد؟ أوف الله ستر. معود الله يبشرك بالخير. لا والله مو خبر، كلش خبر ما يصير. على العموم أشوفك عقب الصلاة إن شاء الله. إي تالي خير خير إن شاء الله. مشكور ما قصرت. فما الله. سمعت اللي صار؟ إيه سمعت، خبر ميسر لكن الله ستر. إيه والله. زين عرفتوا عرس منو؟ إيه عبد الله ولد منصور. عبد الله ولد منصور؟ لا يكون منصور أخو بدرية. إيه أهو، لكن الحمد لله ما صار لهم شيء. حسافة يما. شريفة بلغي إخوانك على صلاة اليوم على طوفهم. ها أنا سابقكم. حشا بدرية هذه قطب سبع أرواح تطلع لي في كل مكان؟ يما الله يهديك، شو هالحكي هذا؟ كل بس سكتي. الله ألو. هلا أم خالد. إيه هلا حبيبتي. الحمد لله. سمعتي اللي صار؟ إيه هذا ولد أخو بدرية. تطمن موضوع عندي يصجن لايعة كبدي وهو متعب، بس صدقني أقدر عليه. لا تحاتي، انت بس عطني شوية وقت وراح تشوف اللي سرك. يلا مع السلامة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد لله رب العالمين. منصور؟ أقول خطاك السوء اللي صار. خطاك اللاش؟ والله زين تهمك سلامتنا. لا يا منصور لا، مثل هالسوالف هذه لا، اترك المشاكل والخلافات اللي بيننا كلها نتركها على جنب. هذا وطن، امن الوطن، الكل لازم يخاف على الوطن. على العموم الحمد لله على السلامه، اشولنا ما في يعني ضحايا ومشاكل ثانيه الحمد لله. على كل حال فيك الخير يا ابو حسين.
شو اخبار بدريه واسرار؟ يعني همك امرهم؟ اي والله يا ذاك اكيد هم امرهم. ما علي يا عبد الله ما علي. الوالد ويا عمتك ما يتقبلون مني اي شيء. مو مشكله، على العموم سلموا على اسرار وعلى بدريه. لا يغرك جاسم يا عبد الله، تلاقيه الحين طاير من الفرحه. انا عارف زين ما تهم الا مصلحته. خلنا نمشي خلنا. مو بكيفكم حبيبتي، ماكو تكنسلون السفره، راح تسافرون وغصبا عنكم بعد. مها ما فيكم الا العافيه، سافروا استانسوا. ترى انا للحين مو قادره استوعب اللي صار. هالمره تبوني اركب طياره ما ادري 8 ساعات 9 ساعات؟ لا ما ابي، لا 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 ماني راكبه طياره، لا اخاف. هذا رايك ولا راي عبد الله بعد؟ لما اشوفه راح اقول له. يبا عبد الله اخوي وما راح يسمع كلامك، عارفه. الو، هلا دكتور طارق. لا تحاتي كلنا بخير، مشكوره على سؤالك ما قصرت. مع السلامه، باي. والله هذا وين طالع؟ سكتي معوده مكسوره وتبرد. السلام عليكم. عليكم السلام. شوقي شلونك باليوم؟ الحمد لله احسن. عيل امك وين يا اسرار؟ امي هناك قاعده بالصاله الثانيه. زين عمي شنو ما راح تسال عني انا؟ عفا عليك، احنا نستغنى عنك اصلا، شلونك عمي؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، اروح اشوف اختي. عبيد دريت ما شنو قررت؟ شنو قررت؟ الاخت تبي تكنسل سفره شهر العسل. لا ابوي ليش تكذبون على الريال؟ ترى انا قلت لهم ان انا وايد متشوقه على السفره واصلا خاطري يعني اروح الديره من زمان. هتصدقون انا صدق مفكره كنسل؟ نعم. 9 ساعات سفر. لا لا تغشمر. ما بي ولا بسلامه، حلوه هذه سال عني عن بنتي. انت ليه الحين راكبه راسك؟ عبالك جاسم هو السبب؟ ايه ليه الحين وتاكدت انه هو السبب. شلون يعني تاكدتي؟ شكوه شكو يسأل عني عن بنتي. يا بنت الحلال، وهو في أحد ما درى بالسالفة؟ ما في جريدة ولا محطة فضائية ما اتصلوا فيني. أنت عبالك الموضوع حين يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يا أخي جد، أنا اللي أكره إصرار بصراحة تعاطفت معاها. إيه جد اللي صار لهم مو شوية. شو السالفة؟ إيش صاير بالدنيا؟ خف علينا يبا، إيش فيك؟ يا الحنون، مو ناقص الا تقول لي خلي يبا هذا والعن خيره بعد. اي طبعا، انت حسبك لو وصيده بهده؟ لا بلعن خيره. يبا اللي سواه مو في خطر عليهم بس، هذا في خطر على الكل. يلا كاني قدامك، ايش بتسوي؟ حسين انت بس صدق ولا قاعد تغشمر؟ غشمر معاك انا؟ عيل ذاك اليوم مكلمين الريال عشان ناخذ منه القنبله ورايحين ماخذينها عشان شنو؟ نسيت؟ انا بصراحه ما توقعت كلش ان انت يطلع منك هالسوالف يا اخي. لا والله، يعني انا بروح اخذ القنبله عشان اصور معاها؟ العب انا العب. زين اقول لك، اذا سحبوك انا ما لي شغل فيك. اي لا طالعين كذي، لا اخوك ولا اعرفك. هالسوالف هاي ما فيها غشمره، هاي تودي ورا الشمس على طول. لا حبيبي انا بعيد عن الشبهه، هالسوالف هذه تعرف انت يتهمون منه. وازيدك من شعر بيت، اليوم نزل الخبر هم تبنوا العمليه. من صدقك؟ لعب يا هال العب معاك انا. زين اقول لك انت، ايش عرفك بهالسوالف؟ شلون سويت كذي؟ هذه السوالف يبيلها واحد محترف، انت ايش عرفك بهالسوالف؟ مع انك انت مو كفو، بس انا بقول لك عشان تساعدني بالمستقبل. اسمع، يا اخي والله حرام احنا مسمينك حسين، المفروض اسميك ابليس. لا جد ابليس انت. حبيبي انا كلش ولا مصلحتي، اللي يدوس لي على طرف هذا يزاه. والله اشوى شريفه طلعت، ولا كان هي المسكينه بعد رايحه وياهم. هذه اللي بطت كبدي عاد. انا وقتها لما شفتها بغيت اذبحها. كان ودي اكلمها بس شو اقول لها؟ اذا قلت لها بتقول لي ايش دراك؟ بس ما علينا، اهم شيء اللي ببالي صار. الحين خلك منها انت. قول لي ايش ناوي عليه؟ لا حبيبي، لما تصير ريال وقد المسؤولية
ذيك الساعه اقول لك شنو اللي ببالي. لا حبيبي عني ما صرت قدها ان شاء الله. ترى انا جد بديت اخاف منك انت. والله الله يستر منك. الله يستر. سير ريال. إيه بس ما بيك توهقني. إيه الطريقة أعرفها، مو أنت شرحتها لي. زين المهم تعشي لا تنطريني. ها اقول لك والله خالها شغل خالها يمشي يحرك وايد حاجه. لا خد ابتسم شويه. اسمعي هذه من اللي عارفه. على طاري خالها الصراحه لا تعليق. اسمعوا ديروا بالكم على نفسكم ولا تفكرون باي شيء هني، انتم مسافرين عشان تستانسون. ان شاء الله، وانت اذا احتجتي اي شيء دقي علي تليفوني وياك على الخط. وتقولي لنا اول ما نرجع تخلينا نداوم على طول. لا حبيبتي. لا 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 اعطينا بريك. شنها حاسه؟ أول ما تردون من المطار للشركة على طول. هذا تهديد إداري اسمه. هذه سوالفك اللي ما تزين منها والله. المهم صدق ديروا بالكم على نفسكم. ها ما وصلكم. أوه إيش فيك؟ مو رحت الكوفي شوب أشتري قهوة ونسيت شنطتي عندهم. يلا باي. ها وي وي. روحي روحي يلا بسرعة. روحي لا ياخذونها. إن شاء الله تلقينا. إيش فيك أنت؟ ما ادري يعني احس السفره كلش مو وقتها الحين. ليش مو وقتها؟ شنو اللي ليش مو وقتها؟ ترى امس انت نسيت اللي صار بالعرس، وبعدين يعني ما ادري للحين خايفه. لا تحاتين يا بنت الناس، الله الحافظ. بس عبد الله ترى انا خايفه على اسرار. ليش خايفه عليه؟ يعني احس ان اللي صار امس هي اللي مقصوده فيه مو احنا. ما لا تخليني اقعد احاتي. يبا الحافظ الله قاعد اقول لك فيك، وبعدين احنا مسافرين شهر العسل، خلنا نستانس خلنا نفرح. هي مره بالعمر ان شاء الله. فعليك بس يلا يلا خلنا نمشي.